قصص نور وقصص حكمة وصبر أساميهم لنا خير وعطار نبتدي بآدم خليفة ربنا وفي محمد ننتهي خير البشر قصص نور وقصص حكمة وصبر حكمة وصبر أساميهم لنا خير وعطر نبتدي بآدم خليفة ربنا وفي محمد ننتهي خير البشر. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. قصص الأنبياء فيها العبر، فيها الحكم، فيها المواعظ. الله عز وجل لم يذكرها عبثا، بل كما ذكرنا مرارا أنها للموعظة، للإيمان، للعبرة. معنا في هذه الحلقة قصة نبي من الأنبياء اسمه يونس ابن متى، وسمي بذي النون. وما معنى النون؟ إنه الحوت، ولهذا أيضا سمي في القرآن صاحب الحوت. ما قصة هذا النبي؟ أرسله الله عز وجل إلى مدينة تسمى نينوى في محافظة تسمى الموصل. إلى اليوم هذه المدينة موجودة، كان فيها أكثر من 100,000 إنسان لا يؤمنون بالله عز وجل، كلهم مشركون. فأرسل الله عز وجل لهم هذا النبي الذي يسمى يونس ابن متى، يدعوهم إلى الله عز وجل، يدعوهم إلى التوحيد، أن اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. فهل استجاب أحد؟ ظل سنوات يدعوهم إلى الله جل وعلا، لم يستجب منهم أحد قط، لا رجل ولا امرأة، لا صغير ولا كبير، لا غني ولا فقير، كلهم كفروا بالله عز وجل واستهزأوا بيونس وسخروا منه. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول، ماذا كانوا يقولون له؟ إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. كلهم أجمعوا على السخرية بيونس عليه الصلاة والسلام وإذاءه والاستهزاء به. لا ييأسن إنسان من قومه إذا سمع قصة يونس بن متى. دعاهم وصبر وتحمل الأذى، ما ترك بيتا، ما ترك طريقا، ما ترك فردا في هذه الأمة إلا ودعاها إلى الله عز وجل، ولكنهم أصروا على الكفر بالله وعاندوا واستكبروا. الله عز وجل أوحى إلى يونس ابن متى بعد أن دعاهم إلى الله عز وجل، وبعد أن صبر في دعوته إلى الله عز وجل، أوحى الله عز وجل إلى يونس أن قومك لن يعيشوا بغير عذاب بعد 3 أيام إذا لم يؤمنوا بالله عز وجل. مهلة لقومك فقط ل3 أيام، فإما أن يؤمنوا بالله عز وجل وإما أن يحل بهم العذاب. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فجاء يونس إلى قومه وذكرهم بالله، قال يا قوم أمهلكم الرب فقط 3 أيام، فإما أن تؤمنوا بالله وإما أن يحل بكم ما حل بالأقوام قبلكم، إما أن تؤمنوا بالله أو ينزل عليكم عذاب يهلككم جميعا. ومع هذا أصروا واستكبروا وعاندوا وقالوا اصنع ما صنعت يا يونس، فإننا لن نؤمن بك ولن نصدقك. في هذه اللحظات كأن يونس عليه السلام غضب على قومه وأيس من هدايتهم، فخرج مغضبا عليهم أسفا
على ما سيحل عليهم من عذاب. فلما خرج يونس عليه السلام من قومه مغضبا وترك نينوى ومن فيها لم يؤمنوا بالله عز وجل، شعر قومه بالندم، كأن العذاب سيحل بهم، وكأن وعد الله حق، وكأنهم بعد 3 أيام سيهلكون، فأحسوا بالندم وشعروا بالتوبة، فجأروا إلى الله عز وجل، فصلوا الحيوانات عن أولادها فثغت ورغت وعلى صياحها. خرج الناس من بيوتهم يجأرون إلى الله عز وجل. في نينوى الكل يبكي، الكل يستغيث بربه، الكل يجأر إلى الله عز وجل حتى لا ينزل العذاب. أما يكشف الضر ويكشف العذاب إذا نزل إنه الله عز وجل. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ليس لهم إلا الله، ويكشف السوء إنه الله. لم يشعر موسى بهذا، خرج من قومه وهو غضبان عليهم، لكنهم كلهم عن بكرة أبيهم آمنوا بالله عز وجل وأحسوا بالندم وتابوا إلى الله، وكشف الله عنهم العذاب. لم تؤمن قرية كما آمن قوم يونس في نينوى. في محافظة الموصل آمنت القرية كلها، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم، ومتعناهم إلى حين. رفع البلاء ولم ينزل العذاب، ومتعهم الله عز وجل وقبل الله توبتهم. التوبة لا بد فيها من الندم. القرية بكت، الناس صاحوا، توسلوا إلى الله، استغاثوا به، آمنوا بالله عز وجل خوفا من العذاب، فنجاهم الله عز وجل ونجا قوم يونس وآمنوا كلهم بالله عز وجل. قصص نور قصص، قصص نور قصص، حكمة وصبر. خرج يونس عليه السلام من قومه غاضبا عليهم، أسفا عليهم، كيف لم يؤمنوا به وقد دعاهم وذكرهم بالله عز وجل. خرج من نينوى متوجها إلى البحر ليغادر قومه بعد أن أمهلهم 3 أيام لينزل عليهم العذاب. لم يؤمن به أحد منهم، توجه إلى البحر ليهاجر في الله عز وجل وفي سبيل الله، ليبلغ دين الله عز وجل في الأرض. استعجل يونس على قومه، ذهب إلى البحر فركب سفينة. هذه السفينة امتلأت بالناس وامتلأت بالبضائع. ركب معهم يونس عليه السلام ليجوبوا البحر. دخل البحر معهم فحل الظلام. لما نزل الظلام بدأت الأمواج تتلاطم، بدأت الريح تشتد، الأمواج، السفينة تهتز، بدأ الناس يبكون، بدأ الناس يصيحون، ما الذي يحدث؟ ما الذي يجري؟ إن السفينة ستغرق بأهلها. خاف الناس وفزع الناس، وفيهم نبي الله يونس عليه السلام. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. ركب سفينة مليئة بالناس فاشتدت الأمواج وارتفعت وزادت الريح واهتزت السفينة بأهلها. بدأوا يلقون البضائع شيئا فشيئا حتى لا تغرق السفينة، لكنها لا زالت ستغرق في الناس. قالوا إذن لابد أن نضحي ببعض الناس لينجو الآخرون. نضحي بمن؟ قالوا لابد أن نلقي واحدا تلو الآخر. نظر الناس في البحر وفي ظلام الليل والظلام حالك، فإذا بحيتان تجوب البحر، من يجرؤ؟ من يجرؤ أن يرمي نفسه إلا من أراد هلاكها؟ قالوا لابد أن ينزل أحدنا. لم يرضى أحد أن ينزل من السفينة أو يلقي نفسه. قالوا إذن
لابد لنا من قرعة، قرعة فمن وقعت عليه يبدأ بالنزول، الأول فالثاني فالثالث فالرابع هكذا حتى تنجو السفينة بأهلها، وكانت السفينة ملأى. فإذا بالقرعة واحدا تلو الآخر، واحدا تلو الآخر، حتى وصل الأمر إلى يونس عليه السلام فوقعت القرعة عليه. علم يونس أنه مقصود، بدأ بالاستعداد لإلقاء نفسه. قالوا له لا لا يا يونس اصبر، رأوه رجلا صالحا، رجلا صاحب خلق سمح. قالوا لا انتظر، نريد أن نعيد الكرة مرة أخرى. فإذا بالقرعة تقع مرة أخرى على من؟ على يونس. هذا صعب، بل يكاد يستحيل أصلا، لكنه وقع في تلك الأيام، في ذلك اليوم الذي كان يونس في سفينة ماج البحر ليس لشيء، إلا لأن يونس ركب في السفينة الخطأ، في اللحظة الخطأ، وخرج من قومه في ساعة خاطئة. فإذا بيونس عليه السلام تقع القرعة عليه في المرة الثانية، فخلع القميص. قالوا له بل اصبر، نعيدها المرة الثالثة. وفعلا في المرة الثالثة تقع على من؟ على يونس نفسه. يا الله، إنك مقصود يا يونس، ليس المقصد السفينة بأهلها، لا والله، بل أنت المقصود يا يونس. نزع ملابسه ثم رمى نفسه في البحر في ظلمة الليل. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. رمى بنفسه يونس عليه السلام في البحر، فأوحى الله عز وجل في ذلك الظلام وفي تلك الأمواج أن تسكن هذه الريح وتهدى الأمواج وتسلم السفينة بأهلها. أما يونس، أوحى الله عز وجل لحوت في البحر كان ينتظر يونس، أن اذهب إلى هذا النبي، أن اذهب إلى هذا الرسول، فالتقمه، ابتلعه، ولا تخدش له لحما ولا تكسر له عظما. فالتقمه الحوت، ابتلعه الحوت، فالتقمه الحوت وهو مليم. فإذا بيونس عليه السلام في بطن الحوت، في ظلمة الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر، ظن أنه قد مات. فإذا به يتحرك داخل بطن الحوت، فلما علم أنه لا زال حيا سجد لله عز وجل في بطن الحوت وقال ربي، قال ربي سجدت لك في مكان لم يسجد لك أحد مثله، لم يسجد أحد من البشر في مثل هذا المكان، اتخذته لك مسجدا. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. ظن يونس عليه السلام، ذنون ذا الحوت، أن الله عز وجل لن يضيق عليه، لن يقدر عليه، أي لن يضيق عليه. فإذا به في ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الحوت يسمع صوتا. ما هذا الصوت يا رب؟ ما هذا الصوت وأنا في قاع البحر؟ سمع صوتا غريبا، صوتا عجيبا. فقال الله عز وجل له يا يونس، هذا هو تسبيح الأسماك في البحر. وإن من شيء، في الظلام يسمع تسبيح الأسماك لربها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. في تلك اللحظة قال يونس لا إله إلا أنت، تذكر أعظم كلمة، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. اعترف يونس بخطئه، بتقصيره، لأنه استعجل على قومه. ندم يونس، وكان رجاعا إلى ربه جل وعلا، وكان كثير التسبيح، قال لا إله إلا أنت في ظلام الليل،
في ظلمات ثلاث، في ظلمة حوت وبحر وليل مظلم بهيم، فإذا به يقول تلك الكلمات، فتصعد الكلمات وتخترق السماء الدنيا، ثم الثانية ثم الثالثة، إليه يصعد الكلم الطيب حتى وصلت إلى الملائكة عند ربها. فسمعت الملائكة تلك الأصوات، صوت عبد يقول لا إله إلا أنت. فقالت الملائكة: يا رب يا رب، صوت نألفه، الصوت نعرفه، لكن المكان لا نألفه، يخرج من مكان غريب. فقال الله عز وجل للملائكة: ألا تعرفون صوت من هذا؟ قالت الملائكة: لا يا رب، لا ندري. قال: إنه صوت عبدي يونس بن متى. قالوا: يا رب، ألن تنجيه؟ قال: بلى، سأنجيه. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. ظل يونس عليه السلام في بطن الحوت لا يذكر إلا ربه عز وجل. هكذا أهل الإيمان إذا ضاقت عليهم الأرض، إذا أظلمت عليهم الدنيا، إذا كانوا في كرب، فإنهم لا يذكرون إلا الله عز وجل. أما يونس عليه السلام فكان يذكر الله عز وجل قبل الحوت وفي الحوت وبعد الحوت، هو طوال حياته لا يذكر إلا الله عز وجل، هو طوال عمره متصل بربه عز وجل. فلولا أنه كان من المسبحين، كان من الذاكرين، كان من العابدين، كان من المسبحين، كان من الراكعين الساجدين، هذا يونس عليه السلام. لولا أنه كان هكذا في بطن الحوت وقبل الحوت لظل وإن كان نبيا في هذا الحوت إلى أن تقوم الساعة. ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. المؤمن طوال الوقت لا يذكر إلا الله عز وجل، لأن الذكر يطمئن القلب. ألا بذكر الله، لو كان الإنسان في سجن، لو كان في بئر، لو كان في غار، لو كانت الأعداء حوله، لو كان المرض يهلكه، فإنه بذكره لله عز وجل يطمئن قلبه. ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. استمر يونس عليه السلام، ربما كان النفس يهلكه، ربما كان الجوع يهلكه، ربما كان الظلام يقتله، استمر بذكره لله عز وجل. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فظل يذكر الله عز وجل ويذكر الله عز وجل ويذكر الله تعالى، حتى أذن الله عز وجل ليونس عليه السلام بالفرج. وأي فرج وهو في بطن الحوت؟ وكيف يفرج الله عز وجل ليونس عليه السلام وهو في هذه الظلمات الثلاث؟ كيف سيأتي الفرج ومن أين سيأتي الفرج؟ أذن الله عز وجل وأوحى الله جل وعلا للحوت الذي ابتلع يونس عليه السلام أن انتهت مهمتك، فلفظ يونس إلى شاطئ البحر. فلفظ الحوت يونس عليه السلام إلى شاطئ البحر. قصص نور قصص. سقط يونس عليه السلام على شاطئ البحر، على شاطئ وهو سقيم. يقولون كان جلده على عظمه، ضعف جسده، رق جلده، صار سقيما كالفرخة تخرج من بيضتها. هكذا كان وصف يونس عليه السلام وهو على شاطئ البحر، والشمس على رأسه،
فنبذناه بالعراء وهو سقيم. سقط على شاطئ البحر بين الحياة والموت، المرض والضعف والوهن قد أصابه، لا ندري كم ظل في بطن الحوت، لكنه نبي من أنبياء الله عز وجل. نجاه الرب عز وجل لأنه كان من العابدين، لأنه كان من الذاكرين. لولا أنه كان من المسبحين ما خرج من بطن الحوت، لأنه كان ذاكرا لله واستغاث بالله. فنجيناه من الغم، من الظلمات الثلاث، وكذلك ننجي المؤمنين. سقط على شاطئ البحر والشمس على رأسه، ربما تقتله الشمس، وربما يهلكه المرض، وربما الجوع يقتله. ماذا سيفعل الآن؟ كيف سينجو يونس عليه السلام؟ ما إن سقط على الشاطئ إلا وأنبت الله على رأسه شجرة كاملة. أي شجرة هذه؟ إنها شجرة اليقطين التي تسمى عندنا اليوم القرع أو الدباء، أنبتها الله عز وجل مباشرة على رأسه. لما؟ لأن أوراقها كبيرة يستظل بظلها، ولأن فيها ثمرة يأكل منها تقوي جسده. أخذ يأكل من الثمر، وتأتي إليه غزالة كل يوم يشرب من لبنها، يشرب من اللبن ويأكل من الدباء من اليقطين، ويستظل بظل الشجرة، والله عز وجل يحفظه. وأنبتنا عليه شجرة، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. نبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. لما نجاه الرب عز وجل؟ فنجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. نجاه الرب عز وجل من الغم، من الظلمات، من الهم. لما؟ لأنه كان من المسبحين، كان من المؤمنين، كان من العابدين. ظل يونس عليه السلام يأكل ويشرب ويقوى جسده شيئا فشيئا، حتى اشتد ساعده. لما كل هذا الذي حصل ليونس؟ لما جعله الرب عز وجل يلقى من السفينة ثم يبلعه الحوت ثم يظل فيه أياما في الظلمات الثلاث؟ لما؟ ثم لما ينجيه الرب عز وجل مرة أخرى؟ لما؟ ثم لما يقوي الله عز وجل جسده مرة أخرى؟ تعرفون لما؟ أراد الرب عز وجل أن يعلم يونس أمرا. يا يونس ارجع مرة أخرى. إلى أين أرجع؟ ارجع يا يونس إلى قومك. إلى من؟ إلى قومك. ارجع لهم مرة أخرى. لما أرجع لهم؟ أتعلمون لما؟ أخذ يونس بعد أن اشتد ساعده وقوي جسده يمشي مرة أخرى إلى بلده، إلى نينوى التي تركها على الكفر، لم يؤمن فيها أحد من الناس، أمهلهم فيها كما تذكرون 3 أيام. الآن ربما نزل بهم العذاب، لما أرجع لهم والعذاب قد نزل؟ لما أرجع لهم ولم يستجيبوا لي؟ فلما رجع يونس عليه السلام إلى قومه، تعرفون ما الذي وجد؟ وجد القرية كلها 100,000 إنسان، كلهم آمنوا بالله جل وعلا. يا الله، كل القرية؟ نعم، كل القرية آمنت بالله عز وجل. أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، وهؤلاء الناس 100,000 لم يتخلف عنهم أحد. هل حصلت لنبي؟ لم تحصل، لم تحصل إلا لموسى، ليونس عليه السلام. لما؟ لأنه كان صادقا مع ربه عز وجل، لكن أخطأ بخطأ، لكنه استعجل على قومه. والإنسان بشر، حتى الأنبياء، نعم، آدم عليه السلام أكل من الشجرة، ويونس استعجل على قومه، فهو كغيره من الأنبياء. آدم عليه السلام أكل من الشجرة، أخطأ يونس باستعجاله على قومه. فلما رجع فإذا بالقرية كلها قد آمنت بالله عز وجل، 100,000 أو يزيدون. الله عز وجل أراد أن يعلم الأنبياء ويعلم الناس من بعدهم ألا يستعجل الإنسان على قومه. فاصبر لحكم ربك
ولا تكن كصاحب الحوت. يونس عليه السلام إذ نادى في الحوت وهو مكظوم، نادى ربه لكن الله عز وجل نجاه واجتباه وجعله من الصالحين. لا يقولن أحد من الناس أنني خير من يونس بن متى، أنا صبرت. لا، الله عز وجل من حكمته أراد ليونس عليه السلام أن يحصل له ما حصل، ربما ليعلمه وليعلم قومه من بعده ويعلمنا إلى هذا اليوم. طويت صفحة نبي من الأنبياء وهو يونس عليه السلام. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سوف نتكلم عن حقبة كبيرة من حقب الأنبياء، حقبة نبي اسمه موسى عليه السلام. سوف تظل معنا لحلقات للحوادث التي حصلت بينه وبين قومه، والمملكة الفرعونية الظالمة الطاغية، كيف حال الناس في تلك البلاد وفي ذلك الزمان، وكيف أرسل الله عز وجل إليهم هذا النبي، وماذا حصل بين موسى وفرعون وبني إسرائيل. هذا موضوع حديثنا بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفراعنة في مصر تستعبد بني إسرائيل، كان يقول للناس أنا ربكم الأعلى، كل الغلمان الذكور سوف أقتلهم، من نستعبد من نستخدم، ادفعيه في هذا الماء. لم يقبل أن يرضع من أي امرأة كانت، يتربى في قصر ملئ بالكفر والجحود والنكران. ناداه يا موسى أدركني، ضربه بقبضة يده ضربة واحدة. يستصرخ موسى، ينادي موسى، رجل مقتول في هذا المكان، فيك شيء، إنك لغوي. موسى الذي قتل الرجل؟ نعم، موسى هو الذي قتل رجلا بالأمس والآن يريد أن يقتلني. قصص، نور قصص، حكمة وصبر، أسامي لنا سيرة خير يا كل الخير، يا عز العز يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عيني. يا سيرة خير يا كل الخير، يا عز العز يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عين.